أعتقد بأنه يعني الحديث عن عدالة ضريبية في المغرب كيبقى واحد الأمر اللي هو مستبعد جدا، بحيث أن اليوم المغاربة أفرادا ومقاولات كيعانوا من واحد الحيف ضريبي اللي هو يظهر للعيان. ويكفي أننا نقول واحد جوج الأمثلة الأساسية باش تبين بأن هناك كاينه ما كايناش عدالة ضريبية. فيما يتعلق أولا بالأفراد، اليوم هناك فرق كبير ما بين الموظفين والأجراء في القطاع الخاص اللي كتقطع لهم يعني الضريبة على الدخل من المنبع، في حين أن فئات عريضة من المجتمع اللي كتشتغل في مهن حرة هي اللي كتصرح فقط بالضريبة على الدخل ديالها. كندوي على الدخول العقارية، الدخول يعني التجارية وما شابه ذلك. وبالتالي اليوم ما يمكنش ندوي على عدالة ضريبية في حين واحد الشخص كنقطع عليه من منبع وما عندوش فرصة للتملص الضريبي أو الغش الضريبي، في حين أن هناك فئات عريضة من المجتمع تقوم بكل ما يتعلق بالغش الضريبي وكذلك التملص الضريبي. كذلك الأمر بالنسبة للمقاولات، ما يمكنش اليوم واحد المقاولات اللي كتحرم نفسها وكتشتغل تخلص التحملات الاجتماعية ديالها وتخلص يعني إما الضريبة على الدخل وإما الضريبة على الشركات، في حين أن قطاع غير مهيكل اللي هو قطاع اللي هو كبير لا يؤدي الضرائب، وبالتالي ما يمكنش تكون واحد تنافسية ما بين هؤلاء الفاعل. وبالتالي اليوم باش ندويو على يعني عدالة ضريبية خصنا على الأقل إما كل شيء نحيدوها لمن المنبع، إما كل شيء يكون عنده تصريح، وكذلك أننا نقص ما أمكن من القطاع غير المهيكل. بطبيعة الحال المواطن المغربي يعاني من ضغط ضريبي رهيب، لأن اليوم مثلا من كندو على الفئة العريضة من الطبقة المتوسطة اللي هي الموظفين واللي هما الأجراء اللي كيبقوا الحلقة الأضعف في المنظومة الضريبية المغربية، يمكن القول بأنهم كيأديوا الضريبة ثلاثة المرات. أولا كيأديوا الضريبة تقطع لهم من المنبع يعني الضريبة على الدخل، ما عندهمش أي وسيلة من أجل التهرب أو التملص من الضريبة هذه. الأمر الثاني هو أنهم عندما كيقتنيوا أي سلعة أو أي خدمة كيخلصوا عليها الضريبة على القيمة المضافة. اليوم أي سلعة شريتيها في المارشي كتخلص لها واحد التيفية ديالها. والأمر الثالث هو أنهم كيخلصوا ضريبة أخرى بطريقة غير مباشرة، من كيخلصوا يعني الغازوال ولا فينيات ولا سيغونس على السيارات ديالهم لانها وسيله ديال التنقل ديالهم، ملي كيخلصوا هاد الرسوم ديال التمدرس بالنسبه للابناء ديالهم باش انهم يقراو مزيان، ملي كيخلصوا يعني كل ما يتعلق بالولوج الى الخدمات الصحيه، ملي كيمشيو لي فاكونس ديالهم او مثلا كيديروا الموسيقى لوليداتهم او انهم كيديروا الرياضه لوليداتهم او اي حاجه ديال الوزير ديالهم، كيكونوا مضطرين دائما انهم يمشيو واحد النادي او يمشيو واحد الصاله رياضيه او يمشيو واحد الامر القلب، وبالتالي كيأديو الضرائب ثلاث مرات. وبالتالي هذه الطبقة المتوسطة ديال الموظفين ديال الأجراء كتلقى واحد الحيف كبير، لأنها تؤدي ضريبة اللي محترمة في حين أنها ما كتستفدش من أدنى الخدمات، لا بالنسبة للولوج للتعليم لا للولوج إلى البنية التحتية والنقل والتنقل عن طريق وسائل النقل العمومي، لا بالنسبة للصحة لا بالنسبة للترفيه ديالها. وبالتالي هذا أمر كيخلي أن هاد الناس هادو كيعانيوا من واحد الضغط ضريبي كبير اللي ما كيخليهمش أنهم يسالوا الشهر ديالهم بأريحية، بل أكثر من ذلك أنهم القدرات الإدخارية ديالهم كتكون تقريبا شبه منعدمة. أنا كنظن بأن اليوم يعني باش تكون عندنا واحد العدالة ضريبية وباش الناس ما يبقاوش يحسوا بواحد الضغط ضريبي، خاصنا واحد مجموعة من الأمور نقوموا بها. أول حاجة هو أن ما يمكنش اليوم أن هاد الأشطر اللي كاينة في الضريبة على الدخل تبقى بهذا الشكل اللي فيه اليوم. اليوم خاص تخفيف الضغط الضريبي خصوصا على الطبقة المتوسطة اللي كتخلص بدرجة كبيرة هاد يعني الضريبة على الدخل. كذلك كل ما يتعلق اليوم مثلا من كندوي على المنظومة الضريبية في أسعار المحروقات كتشكل واحد 40% من السعر النهائي، وكذلك كنظن بأن اليوم خاص واحد الناس اللي كيخفوا الضغط على المرفق العمومي، الناس اللي كيديو ولادهم إلى التعليم الخاص، اللي كيديو ولادهم إلى المصحات الخاصة، اللي كيمشيو يستعملوا السيارات ديالهم، خاصنا على الأقل هاد المصاريف هذه نحيدوها لهم من الحساب الضريبة على الدخل باش أن تقدم واحد الأريحية، لأن ما كاينش واحد الشخص يساهم في تنمية البلاد ويخفف الضغط على المرفق العمومي في حين أننا كنعاقبه باش أننا كنخلصوا كيخلص الضريبة يعني كيف ما قلنا ثلاث مرات. بالإضافة أن اليوم الحل هو توسعة الوعاء الجبائي من خلال مثلا
هذه الامور متعلقه بادماج القطاع غير المهيكل، لان ملي غادي نوسعوا الوعاء الجبائي ديالنا واخا نخفضوا الضريبه على الشركات او نخفضوا الضريبه على الدخل، ما غيكونش واحد يعني واحد المشكل في المداخل الضريبيه، لان اليوم الحكومه هي تحتاج لمجموعه من الضرائب من اجل تنزيل هذه الاوراش المهيكله كورش الحمايه الاجتماعيه، اصلاح المنظومه التعليميه، اصلاح المنظومه الصحيه ديالنا، وكذلك تشجيع المقاولات الصغيره عن طريق دعم الاستثمار العموم. ولكن الحل اليوم هو توسعه الوعاء الجبائي باش جميع المغاربه كيف ما كانت وضعيتهم المهنيه كيف ما كانت وضعيتهم الاجتماعيه ان يساهموا بقدر مردوديتهم في اداء ضرائبهم بواحد الطريقه اللي هي متناسبه مع الدخل ديالهم. ما يمكنش لما واحد السيد اللي كيدخل واحد اجر متوسط تخلص عليه واحد الضريبه اللي هي كبيره، وواحد الشركه او واحد قطاع غير مهيكل كيدخل يعني الملايين من الدراهم في حين انه يؤدي ضريبه رمزيه او بعض المرات ما كيؤديهاش نهائيا. وبالتالي اليوم خاصة هذا الاصلاح الجبائي كنظن بان حان الوقت باش نتكلموا عليه بدرجه ونحكوا في حوار مجتمعي حقيقي باش اننا يكون عندنا اصلاح جبائي الذي يستجيب لمختلف الطبقات المجتمعيه المغربيه.